نروح بقى لفريق كرة الماء بالنادي الأهلي اللي عمل إنجاز امبارح كبير جدا بفوزه بنتيجة 8-7 خلال المباراة مع فريق الجزيرة، نادي الجزيرة اللي جمعتهم بحمام سباحة النادي الأهلي بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، ونجح رجال كرة الماء في تحويل تأخرهم أمام فريق الجزيرة لانتصار مثير في نهاية المباراة. الحقيقة إن المباراة كانت قوية جدا، وزي ما حضراتكم شايفين الصور اهي معانا لاحتفال لاعبي النادي الأهلي، والمباراة دي تخلي النادي الأهلي على بعد نقطة واحدة من الفوز ببطولة الدوري. يعني وفي ثلاث مباريات كمان، متبقي ثلاث مباريات للتتويج رسميا ببطوله الدوري، محتاجين نقطه واحده فقط. ويقود الجهاز الفني لفريق رجال كره الماء بالنادي الاهلي كابتن وليد عزت مدير فني، وتوفيق حماد مدربا، وسيف ممدوح مدير اداري، وكابتن سامح العشري المدير الاداري للقطاع التعليمي، وخالد عيسى محلل الاداء، واحمد اكرم اخصائي التاهيل، واحمد الحفناوي اخصائي نفسي، ودكتور الحسن محمد طبيب الفريق. حقيقه يعني انجاز كبير، ونتمنى ان شاء الله ان في اول ماتش نحصل على النقطه اللي احنا محتاجينها ونتوج بالدوري، ودي نقطه مهمه جدا، كان في غياب للبطوله دي بصراحه عن كره الماء، ولكن ان شاء الله يكون ده العوده. يعني زي ما حضراتكم شايفين كان في حضور جماهيري كمان من اعضاء النادي الاهلي، وكان في حضور جماهيري اكيد كان في جمهور كالعاده في اي لعبه في النادي الاهلي، وجود الجمهور شيء مهم ودعم كبير جدا، وخصوصا في الماتشات المهمه زي دي. كمان مجلس اداره النادي الاهلي هو نائب رئيس مجلس الاداره معالي الوزير العمري فاروق، واخوه طبعا دكتور هشام العمري، الاثنين من محبين الالعاب الخاصه بحمام السباحه يعني. فطبعا فوز كان مهم جدا، وان شاء الله يتم تتويج بطوله الدوري ان شاء الله قريب. احنا معانا ثلاث ماتشات محتاجين منهم نقطه واحده بس. هنطلع فاصل.